للنقاش ينضم إلينا من القاهرة المحامي بالنقد الأستاذ عبد الجواد أحمد، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب. أهلا وسهلا بحضرتك. ومن القاهرة أيضا المحامية مؤسس وعضو مجلس أمناء مركز المساعدة القانونية للمرأة الأستاذ عز سليمان. أهلا وسهلا بكما. أستاذ عبد الجواد، الأساس في القضية هي أنه هذا القانون الجديد مفترض يضاف إلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بس الواقع أنه معظم ما جاء نقدا لما رشح حتى الآن عن هذا القانون أنه الصياغة ركيكة فضفاضة، الشق الإجرائي فيها لا يذهب إلى تغليب مصلحة للمرأة ولا الأبناء، بل أنه حتى يمحي تقريبا الشخصية القانونية للمرأة وأهليتها في اتخاذ القرار. أولا دعيني بس أؤكد أنه أهمية وجود مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية هو طبعا شيء مهم، لأنه قوانين الأحوال الشخصية منذ 1929 وتعديلات في سنة 85 وتعديلات سنة 2001، هذا القانون القديم المعدل مرات متعددة بيحدث أزمة عند التطبيق سواء على مستوى المحاكم أو في ما يتعلق بالآثار المترتبة على هذا القانون. بالتالي النقطة الإيجابية أنه أهمية التعديل، لا في أهمية في التعديل، لكن كيفية التعديل ده اللي ممكن يبقى فيه حوار حوله. القوانين الأحوال الشخصية من أصعب القوانين في مصر، نتيجة أن هي بتمس يعني الكيان الأسري، بتمس مصالح مهمة جدا سواء كان مصلحة الطفل أو مصلحة المرأة أو الأب. وبالتالي أنه التعديلات واجبة، التعديلات طيب. قانون في حاجة للتعديلات، في حاجة للتعديلات، نعم. ولكن ما هي هذه التعديلات؟ وهل التعديلات هتلبي احتياجات الموجودة؟ طيب ده سؤال وجيه أستاذ عز، ما رأي حضرتك في ذلك، خصوصا أنه المواد يلزمها أولا مواد تكميلية ولائحة، ولا يزال المشرع لديه الفرصة لكي يكمل هذه المواد ويخفي ما بها من عوار؟ طيب شكرا على الدعوة. أنا أولا رأي شايفة طبعا إحنا محتاجين قانون الأحوال الشخصية مهم جدا، وعايزة أنبه إن إحنا كمان ناسيين المسيحيين اللي هي عبر أكتر من 80 سنة ما حصلش أي تغيرات للمسيحيين عبر لائحة 38، وإحنا عندنا قانون الأحوال الشخصية من سنة 1920، يعني مر أكتر من 100 سنة عشان يجي لنا هذا القانون مخيب للأمال. للأسف الشديد إن هو ما حطش لا الاعتبارات التغيرات لا العلمية ولا التغيرات السياسية ولا التغيرات الثقافية ولا الاجتماعية لتغيرات المرأة ومساندتها للرجال، ولا حتى تعامل المشرع مع النساء كأنهم مواطنات كاملات الهيئة الأهلية، وليس يعني طول الوقت بيتعاملوا معانا إن احنا ناقصات عقل ودين وإن احنا محتاجين حماية أو إن النساء ديت وعاء للأطفال. ده نظرية المشرع لم تتغير طيب. من 100 سنة وعشان كده هذا مخيب إلى الأمال للأسف الشديد. طيب. في نقطة بس صغيرة، بس لا أريد أن أتخطى هذه النقطة أستاذة عزة، بس تفضلي حضرتك. النقطة كمان البداية إن في بدايات المقترح القانون التعامل معاه إنه هو أمن قومي، يعني لم يتم النقاش مع الجمعيات الأهلية والمنظمات النسوية اللي عندها باع في قوانين الأحوال الشخصية. وبالتالي أستاذ عبد الجواد، بالتالي اليوم موقعون عدد كبير من المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة خرجت في بيان وقعته الأستاذ عزة بالمناسبة، يتحدث عن أنه ينبغي على الأقل في قانون كهذا ضرورة ترجيح مصلحة الطفل الفضلى كضرورة واجبة. والأمر الآخر أنه فيما يتعلق بنزع الأهلية والشخصية القانونية عن المرأة فيما رشح من بعض هذه البنود ينافي أصلا القانون أو التعديل دستور 2014 الذي يكفل للمواطنين المساواة والحق في المواطنة واتخاذ القرارات. السؤال لحضرتك يا فندم، تفضل. السؤال ايه؟ أنا ما سمعتش السؤال. أنا أقول لحضرتك إنه الجمعيات الموقعة والشخصيات العامة التي وقعت على بيان اليوم تقول إنه ببساطة شديدة القانون الجديد أو ما رشح عنه يخالف الدستور أصلاً، يخالف دستور 2014 لأنه لا يضمن المساواة للمواطنين أمام القانون.
احنا يعني انا يعني بتفق وبختلف مع الاستاذ عزه انه ليس مخيب لكل الامال، ولكن طبعا مش بيلبي كل الاحتياجات، انما برضو باكد انه قانون الاحوال الشخصيه هو قانون الاسره، وليس انا مش ضد المراه، لكن هو القانون مفترض انه يلبي احتياجات الاطراف المتعدده في العلاقه الاسريه، يعني الطفل، لانه علاقه الزواج عندما تنفصم او يحصل اشكاليات حولها، الاطراف المضاره المراه والرجل والاب والطفل. القانون مش يعني محتاج، اعتقد انه لانه قانون صعب وبيمس يعني امور صعبه ودقيقه، اعتقد انه بتفق مع استاذ عزه انه يجب ان يعاد عرضه في حوار مجتمعي مع منظمات المجتمع الاهلي، مع الـ 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 الاطراف نفسها، يجب ان ينتقل النقاش الى ساحات المحاكم واصلاح الراي، لانه الارض وده عاده يحدث قبل ولا بعد ان يقدم الى البرلمان يا استاذ عبد الجواد؟ لا، هو المفروض ده الان، يعني الان يجب التريث ويجب التاني، لانه بالفعل يجب ان يحقق هذا القانون او التعديلات كل المعايير المتفق عليها، سواء المعايير المتعلقه بالمساواه او حقوق المراه وحقوق الطفل، وايضا مساله التوازن، لان يعني يجب ان يعاد عرض هذا المواد على في حوار مجتمعي. طيب. وان تشارك المجتمع المدني. نعم. وخصوصا المؤسسات المراه اللي ليها خبره كبيره جدا فيما يتعلق بالاشكاليات اللي بتعرضنا لها اثناء تطبيق القانون. طيب استاذ عزه، مفترض انه في الباب السابع، او على الاقل ما رشح او توارد انه سيكون الباب السابع لهذه التعديلات، هناك صندوق لدعم ورعايه الاسره المصريه، مفترض انه سيتم الاحتكام اليه في التاكد من انفاذ البند المتخصص بالعقوبات، اليس ذلك افضل من ترك المساله على يعني عواهنها، خصوصا انه المختصمين في حاله التطليق يكون بينهم الكثير من العداء الذي عادة ما يأتي على حساب الأطفال؟ طيب، أنا أولا بس عايزة أشير أن هذا القانون ظالم برضو للرجال. هذا القانون تعامل مع الرجال أنه هم بنك، تعامل معهم أنه هم بتوع فلوس وبس. فإحنا كمان في القوانين، إحنا في الأحوال الشخصية بنتعامل على قوانين للأسرة، مش قانون للستات لصالح الستات على حساب الرجالة، لا بالعكس، إحنا محتاجين قانون قائم على العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة. ولما بنقول مصلحة الفضلة للأطفال، ما بتكونش مصلحة الأطفال على جثث الستات، بل بالعكس، ده بيقلل الكثير من العنف داخل الأسرة وداخل كمان المجتمع. دي نقطة. النقطة الثانية اللي حضرتك بتقوليه، طبعا مهم جدا، لكن أنا ضد أي توسيع العقوبات فيما يتعلق بقضايا الأسرة. يعني فكرة أني حبس حتى النفقة على أن هو نجعلها لعقوبة حبس، الحبس على دين أنا مدني أنا أرفضه أصلا. إحنا محتاجين أن إحنا نخرج بره الصندوق، بحيث أن إحنا إزاي نبقى عندنا تصور متكامل لقانون الأحوال الشخصية خارج من رؤية يعني حديثة للمشرع المصري. هل هو شايف الستات مواطنات؟ هل شايف الرجالة خزنة وفلوس بس؟ ولا شايفهم أفراد بيكونوا أسرة؟ وفي لحظات الخلاف إزاي ننظم هذا الخلاف بحيث أن احنا نحافظ على الأسرة؟ جزء منه كمان مسؤولية الدولة، يعني لما مسؤولية الدولة وإن يبقى في صندوق للموارد المالية علشان يسدد نفقات للنساء في حال تعثر الرجالة، ده كمان مهم. فكرة شبكة الضمان الاجتماعي، الحماية الاقتصادية دي قضية مهمة، الحماية الاجتماعية. مظبوط أستاذ عبد الجواد أحمد، كل ده لازم نحط. مظبوط أستاذ عبد الجواد أحمد، هذا يقودني مرة أخرى إلى الإجرائية التي تتحدث عنها الأستاذة عزة، والتي أشير إليها من بعض المنتقدين من بينهم دكتورة نهاد بالقمصان، إنه بسبب انه الديباجه والصياغه ركيكه للغايه كما رشحت وكما راوها هم، يفتح ذلك الباب امام حتى عدم ضمان ان يتم تنفيذ العقوبات اذا ما اتفق عليها، يعني دون تضمين ضمانات لانفاذ العقوبه على الخارجين على هذا القانون في حال انه طبقت عليهم العقوبات. انا يعني اعتقد من انه في جزء من وجود عقوبه سواء جنائيه او ماليه نجحت في مسائل النفقه، يعني عندما يمتنع الاب او الزوج عن سداد النفقات، اعتقد انه بيصبح سلاح مسلط بيجبره على الالتزام باداء النفقات
الصدرة، وطبعا ده جزء، لكن احنا اعتقد انه عدم الالتزام من الاب او الزوج في اداء النفقات او في مساله عدم تسليم الاطفال او في مسائل متعدده، هناك بالفعل مشكله تحتاج الى ان تكون هناك عقوبات رادعه. قد تكون العقوبات الماليه غير رادعه في مسائل الاحوال الشخصيه، لكن لانه يعني الواقع العملي بيقول امتناع الاب عن تسليم طفل صغير لامه الحاضنه، هناك يعني انا شايف انه لا، لازم يبقى في عقوبات جنائيه، عقوبات ماليه، لانه ضياع حق الام الحاضنه في احتضان الطفل بسبب تعنت الاب في الاحتفاظ به او عدم الانفاق، او لازم يبقى في عقوبات تبقى تحقق الغرض منها. انا بس عايز كمان ااكد انه نقطتين، الواقع العملي، الواقع العملي انا كمحامي بأمارس قضايا احوال شخصيه، بقول ان في مشكله في تطبيق النصوص. يعني النص رقيق، النصوص محتاجه تكون مرآة للمجتمع، النصوص يجب ان تكون نتاج حوار مجتمعي، تكون كل الاطراف تقول رايها فيه، ومنح الحق للنواب البرلمانيين يا استاذ احمد، لانه كمان هذه قضيه اثيرت اكثر من مره، انه اصلا النقاشات الدائره في البرلمان في قضايا اساسيه، حتى قضايا امنيه للدوله، ليس هناك فيها الباب مفتوح للنقاش الحقيقي من وجهة نظر بعض النواب، وبالتالي تذهب الى تذهب الى الحد الذي يراد له ان يكون. انا 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 بس يعني دعيني يعني اتحدث انه المساله اعتقد ما فيهاش يعني لا بعد امني ولا بعد قومي، لانه هي مهمه كمجتمع، يعني هم مهمه كمجتمع، انما انا ارى انه يجب ان يلبي هذا القانون او التعديلات التأني فيها ويلبي الاحتياجات الفعليه. العمل بيقول الحياه العمليه، نعم. الممارسه في التطبيق اسمح لي بيمثل في كارثه في التطبيق. التطبيق محتاج نصوص واضحه، محتاج آلات تنفيذ، التنفيذ القانون نفسه مواده في ظل منظومه الاحوال الشخصيه في مصر فيها مشكله. انا فهمت من حضرتك هذه النقطه، بس كمان كي امنح الاستاذ عزه الوقت الكافي، استاذ عزه، اليس وجود قانون يختلف او يتفق عليه ببنود واضحه لديها قواعد للعقوبات كما تفضل الاستاذ عبد الجواد افضل من ان يتم التسويف في قضايا كثيره كنا نراها يوميا، من بين حق الرؤيه مثلا لاحد الحاضنين، او قضايا النفقه الى اخره، او حتى قضايا القائمه في البدايه، خصوصا انه بعض هذه العقوبات يذهب الى مثلا اختيار الزوجه الاولى بالزواج من ثانيه، والا يكون هناك عقوبه رادعه. لا بص يا أستاذة رشا، أنا حقيقي مش قادرة إن أنا أخش في حوارات مادة مادة، لأن الفلسفة من المشرع فيها ركاكة وفيها يعني عدم وضوح بشكل غير عادي، بل بالعكس فيها تخبط غير عادي كمان، يعني إحنا وفيها رجعية، يعني إحنا كمان بنرجع مش بنتقدم. يعني مثلا فكرة إن هو لم ينص على استخدام الدي إن إيه في إثبات النسب، رغم ان دلوقتي في وسائل علميه بقت اكبر ومتطوره اكتر من الدي ان ايه، وهو بيتكلم على اسلوب علمي اللي هو ايه محدش عارفه. النقطه الثانيه، طب هل ممكن للمشرع في مجلس النواب ان يعني يتفادى هذه او هذا العوار؟ لا، مش فكرة العوار، العوار هيظل لو احنا ما اتكلمناش على حاجة متكاملة، وجهة نظر متكاملة، احنا عايزين ايه من هذا المشرع؟ هل قصدي القانون، اسفة، هل احنا عايزين ان احنا نحل مشكلة حقيقية في قوانين الأحوال الشخصية بتعاني منها ملايين الأسر؟ ولا الموضوع ان احنا عايزين نجيب يعني نحط مرتبة الرجالة اعلى من مرتبة النساء؟ طيب. ولا احنا شايفين ان النساء ناقصات عقل ودين ومحتاجين ان احنا يبقى عندنا نظرية للحماية؟ نعم. فقط اتصور انه بهذه الاسئله التي حضرتك طرحتيها انت فتحتي الباب امام نهايه مفتوحه، لاننا سنرى في مجلس النواب ما الذي سيحدث، وبالتالي بعد ذلك ردود فعل المجتمع المدني. شكرا جزيلا للمحاميه مؤسس عضو مجلس امناء مركز المساعده القانونيه للمراه الاستاذه عزه سليمان، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا للاستاذ عبد الجواد احمد عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمحامي بالنقد من القاهره، اشكركما. ولحضراتكم طبعا على طيب المتابعه، شكرا لكم، الى اللقاء.